أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على البال. من خلال لقاءاتنا في هذا البرنامج نلتقي مع عدد من الرياضيين، وحرصت من خلال هذا البرنامج لا تقتصر لقاءاتي على لاعبين كرة القدم. شفتوا حلقات وايدة كثيرة، كان لقاءات متشعبة من العديد من اللي خدموا الرياضة الكويتية. كرة الطائرة خلال مرحلة السبعينات، لنقول مرحلة الثمانينات، كانت في القمة، يعني بمعنى أوضح كانت تشعر أن لاعبين هذه اللعبة نفس نجومية نجوم كرة القدم في تلك الفترة الذهبية. قاعد بحكي نجوم كبار قدموا شيء كثير لكرة الطائرة، كان دوري كرة الطائرة دوري مميز، عطاء لاعبينه. كنت لما تيجي المباراة تعرف من اللي قاعد يلعب بدون ما تسأل اللي يمك أو حتى الإعلامي اللي كان يحضر، ما كان يدور الأسامي لأنه عارف المجموعة اللي تلعب. من خلال يعني نقول من نجوم كرة الطائرة اللي برزوا وكان لهم حضور واضح، احنا نقول ما نبي نبالغ كثير، بنقول اساطير كره الطائره او اللاعبين المميزين في كره الطائره الكويتيه يعني محدودين في هذه اللعبه، ولكن ايضا هناك لاعبين كبار من تميزوا في هذه اللعبه في عطائهم سنوات عده مع انديتهم مع المنتخب الوطني. من الاسماء الكبيره التي لا تسقط من الذاكره وتبقى دائما على البال اللي هو فيصل الجزاف. حياك الله نصار وسعد مبارك، وسعيد بلقائك كابتن فيصل. في صور تعتز فيها، نرفع هذه الصوره بنتحكي عنها. هذه متى مناسبه بس ترفعها على الشاشه لو تكرم. هذه طبعا الصوره مع سمو الامير حفظه لما كان رئيس وزراء، كان اي سنه كانت هذه؟ هذه 2007. نعم، كنت مدي الفريق احد فرقنا الشرطه فايزين، فصار بيني وبينه شويه يعني يقولون حديث يعني مضحك، فحبيت على راسه. استاهل. هذه طلال صوره. هاي طبعا تشكل بالنسبه لي هي اخر بطوله للمنتخب الشرطه، فزنا فيها في ابو ظبي مع الجزائر. نعم، كانت تقريبا هي هذه اخر مباراه، وهاي الصوره طبعا بعد ما رجعنا الكويت اهديت الكاس الى سمو العهد لما كان وزيرا للداخليه. نعم. تفضل. هذه الصورة، هذه لها ذكرى حقيقة عزيزة جدا جدا ومؤثرة يعني نفسيا، كانت في لحظتها فزنا في بطولة الخليج. هي السنة اللي انا انتهيت فيها شوية فيصل بس. الصورة هذه كانت آخر مباراة لي مع في بطولة الخليج من نادي القادسية مع اي سنة كانت؟ 87، هذه قبل اعتزالي بيوم. وآخر نقطة بعد ما يعني فزنا مباراة، الربع التموا علي شالوني يعني كوداعية. نعم نعم. نتكلم فيصل، بعض الأحيان الواحد يتساءل، كرة الطائرة الكويتية كانت خلال مرحلة السبعينات الثمانينات بداية التسعينات على الأقل كانت متميزة نجومية. كنت تعرف مثل ما حكيت أنا في مقدمة البرنامج، كنت تعرف لاعبين كرة الطائرة. أين كرة الطائرة الآن؟ مستوى كرة الطائرة بشكل عام على مستوى النادي وعلى الأندية المنتخب. هذا السؤال طبعا الكل يسأل، لكن لازم نقول هذه مرحلة زمنية طلعت فيها مواهب، وهذه المواهب يعني ليس فقط في نادي القادسيه او في بعض الانديه، انما اغلب الانديه كانت. والدليل على ان ذلك المنتخب كان مميز، تشكيله من كل الانديه، وكان 12 لاعب او الاكثر المدرب يحتار من ياخذ. هذه شغله. الشغله الثانيه ايضا كان دعم هذه المواهب بمدربين كانوا متميزين. احنا بالسبعينات على فكره ابو نصار، وفي جلب المدربين في كل الألعاب كانت من أحسن المدربين كانوا في دولهم. يعني أتذكر إحنا جبنا مدربنا، أحد مدربنا روسيا من روسيا، وبعدين صار مدرب منتخب روسيا وخذ 4 بطولات كأس عالم. بعدين قبل هذا عندنا كان الكابتن الله يرحمه نبيل القطب. صحيح. كان من نجوم منتخب مصر، وغير المستوى كله الفني في اللعبة، وراح عندنا كان عندنا ورحنا الكويت، وايضا طور من اداء مستوى الكويت. وهلما جرى في كاظمه وفي العربي وفي نادي الشهداء او الجهره سابقا وغير. فهني هني عندك مواهب انت صقلتها. مع تقادم الزمن واعتزال اللاعبين ما عادت تظهر مواهب حقيقه، وحتى مستوى المدربين يعني يفترض يكون افضل الان، لكن بدا مع الاسف بعض يعني كثير من المدربين شفناهم ما عندهم مستوى الفني الراقي اللي يخلق فريق ويبرز من
نعم نجومية لاعبين. شنو طرى في بالك تروح كرة الطائرة في ذاك الوقت؟ كرة القدم طاقية في نجوميتها، أنت ايش بدك كرة الطائرة؟ أنا كنت عشان طول القامة يعني؟ لا لا أبدا، هي صدفة. شلون؟ أنا كنت لاعب كرة على فكرة. يعني من المدرسة طول عمري في المدرسة كرة قدم تلعب؟ من الابتدائي لما الثانوية، ورحت النادي القادسية وكنت في مركز القادسية ألعب كرة قدم. وكنت في فريق الأشبال وبعدين بداية الناشئين، ودخلت الصالة بالصدفة يعني. دخلت الصالة مالت الطائرة بنادي القادسية، طالع من التدريب رحت خلينا نشوف الفريق. هذا أي سنة كانت تحديدا؟ هذه سنة 70. زين. طالع من يعني رحت الصالة بشوف فريق الطائرة، معي ابن خالتي يوسف الماجد طبعا معروف لاعب كرة السلة، وخذينا كرة طايحة بالصالة، مو قاعد تمرون طقطق كذي صابنا. هذه بوريك ميزة المدربين شلون كانت تكون. فشافنا المدرب نبيل قطب، يا سيدي سحب صوبنا ويا كان يقول انتوا وين تلعبون؟ والله انا وخالتي كان العب سله. صحيح. بس انا كنت قدم العب، بس كنا يعني بالنادي كلنا. فقلت له العب قدم انا هذا العب سله. كان يقول ايش رايكم تلعبون عندي طائره؟ قلت له ما اعرف الطائره. كان يقول لا لا اشكالكم واطوالكم يعني راح تسوي لكم لاعبين طائره. قلت له كابتن نبي قدم احسن. ما لكم اقنعنا اني الظهر يدربنا. بعدين واتمر والعب القادسية واطلع بالفجر العب عندنا فريق سكي بعد قوي زين مباري فرق ومعنا. كنت لاعب زين فيصل؟ اي العب هجوم كنت العب نص وهجوم. فالمهم ليه ما سحبني صوب الطائرة. قمت اشوف اول نجوم بعد الطائرة بالقادسية يوسف الصاني وعبد الرضا حسين سعد العميري يعني كانوا ايضا، وحبيت اللعبة الحقيقة. انت حبيتها ولا رحت مجبر؟ لا مو مجبر، حبيتها سحبني. واتذكر الله يرحمه خالد الغيث قال لا انا باخذه بالسله، قال حق يوسف لا تاخذ طائر نبي السله عندنا يوسف. صارت صيحه وقليبه جواعد. ها كان يقول حق يوسف انت ارجع سله، انت حتصير لاعب بالسله، شوف الحدث ماله، وانت يا فيصل خليك هني حتبقى من اللاعبين المميزين مستقبلا. فبعدين دخلني مع الفريق عقب اسبوعين دربنا بروحنا، شاف عندي مميزات الطائر اكثر ما يكون يعني من يوسف. يوسف قال له ارجع السله وانت حتبقى لاعب سله. وفعلا طلعنا مع بعض ولعبنا بنفس السنه المنتخب 73. شوف يعني ترى فتره زمنيه قصيره. قصيره صحيح. 70 73 دش منتخب مش بسيطه فترة. بس لان عندنا خلينا نقول شاف فينا تكتيك، عندنا تكتيك زين وعندنا مستوعبين يعني فنيات اللعبه. نعم. والحمد لله عاد من ذاك الوقت العب، طبعا كنت العب برا عاد بنت العب بالسكه وارجع لما عاد استغريت. في تلك المرحلة أيضا كانت المرحلة الجميلة نادي القادسية، ليش مهرجان اعتزالك كان الأميز بين كل اللاعبين كرة الطائرة؟ شوف طال عمرك ما أدري طبعا، يمكن أيضا حسن حظي أنه أول كان المسؤولين بالدولة يهتمون بالرياضيين حيل يعني صراحة على كل نطاق، سواء الرسمي أو الشعبي أو الأشخاص أو الشخصيات. اعتزالي أنا كنت مخطط له قبل الاعتزال بثلاث سنوات. فآخر سنة اعتزلت فيها حققت بطولة عربية وحققت بطولة الخليج، وكنت أنا أيضا راسم اعتزالي بعد يوم من نهاية بطولة الخليج. حلو. وأيضا كانت أيضا مغامرة لما تفوز غير لما تخسر غير. حققت ثلاث بطولات في نادي القادسية، دوري والكاس والكاس السوبر أو يسمونه ذاك الوقت المشترك. نعم. وأنا أصلا مسوي عملية بال 84 ظهري، يعني تحملتها من 84 إلى 87 يعني تدري ألام وعلاج. صحيح. يعني فهذه واحدة. على المستوى الرسمي أمانة اعتزالي كان مميز، أولا حضور سبع وزراء. صحيح. برعاية سمو العهد لما كان وزير الداخلية والله يرحمه الشيخ سالم وزير الدفاع، ووزير الشؤون أيضا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير عبد الله الحوطي وأحمد يعني هذه الشخصيات. وبعدين أول مرة أيضا لحسن الحظ أن كل تكاليف هذا الاعتزال على حساب وزارة الشؤون. حلو. وجبت منتخب مصر، واول مره ايضا منتخب مصر يطلع يلعب باسم نادي، يعني عاده منتخب. صح. مع منتخب. صحيح. ايضا تقدير لي لاني انا لعبت اول مباراه رسميه في المنتخب مع منتخب مصر في 1974، وجبت حتى اللاعبين القدامى اللي كانوا موجودين ولعبتهم مع ربعنا القدامى منهم علي شعيب وعبد الله كل الفريق طبعا. نعم. لعبنا قبل. وفريق الغاسية طعمته من لاعبين من بعض الدول العربية ولاعبين الخليجي اللي كانوا موجودين عندنا، لأن عشان كذي كان مميز. فأخذ صدى الحقيقة، وصار بعدين حفلة ثاني يوم في السينما الأندلس. عشان كذي ماني ناسي أنا قاعد أقول أنت موجود أذكرك فيه. أحبتنا في كل مكان نشوف بعض اللقطات للكابتن فيصل الجزاف، ثم نعود معكم من جديد في برنامجكم على البال.
لأخوي عبد الله وتنصد أجمل من وليد الراشد. عبد الله حلوة يا سلام، هذا لك يا سعيد صاحبه مسجودة، وصد أجمل من فريق نادي الغازية، وتنزل الكرة على فريق من قبل اللاعب فيصل الجزاف، تنزل الكرة على فريق نادي حلوة، كرة قصيرة يرفعها وفيها تهويشة، تهويشة من يعقوب يرفعها كرة قصيرة وما محط وحلوة حلوة، لعبة جميلة جدا من اللاعب الدولي فيصل الجزاف. علي يعقوب لفيصل، وحلوة يا فيصل يا جزاف، اللاعب فيصل الجزاف صار أمامنا رقم 9، ضربة ساحقة والنتيجة أمامنا، لعبة سريعة ومزيعل وضربة ساحقة تنصد مرة ثانية فيصل، يا سلام هوبا يا فيصل، الكرة مرتدة فيصل الجزاف رقم 9 وقت مستقطع، وما زال الارسال مع الفريق الوطني الكويتي رقم 9 فيصل الجزاف، 20 سنة طوله 182 سنتي، يلعب الارسال هارد لك يا فيصل، نتيجة تعادل 6-6، مساعد لوليد حلوة حلوة، ضربة ساحقة وتنصد ويعدها مرة ثانية، ناصر تنصد أجمل مرة ثانية مشتركة تنصد بداح محمد وقصيرة سليمان سليمان خلاص 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 خلاص، انتهى الشوط الرابع الخامس ايضا لصالح فريق نادي القادسية الرياضي بنتيجة 15-9. مبروك 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 للأصفر، النتيجة شايفينها 15 القادسية 9 نقاط فريق نادي أهلي جدة السعودي، وكابتن الفريق على هناك وإن شاء الله دائمين في الفرحات، مبروك لفريق نادي القادسية وهارد لك لفريق نادي أهلي جدة السعودي. نود حبتنا من جديد في برنامجكم على البال مع اللواء فيصل الجزاف، تكلمنا فيصل الجزاف لا شك في أشياء في بالك، في مباريات لعبتها، بطولات ما تغيب عن بالك، شنو البطولات اللي حققتها وتشعر لا زالت حتى الآن في عالقة في ذهنك؟ أول بطولة عربية حققناها في 1977 كانت من البطولات المتميزة العربية، اللي حصلنا على كأس البطولة وبمشاركة بحدود 12 دولة وقيمت في صالة كيفان، هذه بالنسبة لي كانت أيضا إضافة جديدة يعني كلاعب كرة الطائرة، كانت من أول البطولات الحقيقة اللي شاركت فيها، وكانت المنتخبات في ذاك الوقت تزخر بالنجوم حقيقة، صحيح. سواء المغرب من البحرين من العراق كل الدول حقيقة العربية، هذه يعني البطولات اللي يعني ما زالت يعني ترسخ في ذهني. البطولة العربية قلت لك اللي في الجزائر في عفوا في أبوظبي، هذه كان فيها قصة حقيقة، وفريق الجزائر لما لعبنا وصلنا مع النهائي كل منتخب مالهم كلهم محترفين في فرنسا، فكان يوم المباراة أنا مصاب في ريلي وبصبعي، وقعدت مع المدرب وقال لي يعني شلون تقدر كان تلعب كم شوط، قلت له على ضوء أول شوط نقيم الوضع، طقيت إبرة الصبح بريلي وطقوني إبرة أيضا على إيدي على المفصل هني، وطبعا قعدنا مع اللاعبين وتكلمنا وحددنا أنا والمدرب الخطة في حالة كذا نغير كذا إلى آخره، وخذينا أول شوط وخذوا الثاني، وبعدين قلت له أشرت لأني أرتاح إلى أن وصلنا الجيم الرابع. حلو. الرابع إذا غلبونا راح يصير خامس فصال 100% راح يغلبونا، فأول خمسة نقاط خذوها الجزائر 6-5-0 6-0 7-0، شان يقول يقوم قلت له لا ماني قاي، يعني الهام في لحظة شوف قال لي أقول قوم، كان يقول ها خلاص خلاص خليك على الخامس، الخامس فصال صحيح، وصلوا 10-2 وصلوا 11-2، اللحظة أنا فسخت التوب مالي الدرينك سوت ورحت أنا طلبت تغيير، هو يطالعني عرفت شو مفاجأة ودخلت حق الربع قلت لهم الكاسة شيلة اليوم تخيل أبو نصار خذنا المباراة 15-11 قلت لك ما خذوا ولا نقطة، فريق يبرد القلب، كانت مباراة يعني يعني كانت مرغولة على الهواء، ردت فعل الناس لما رجعنا وصار اهتمام، وطبعا
يعني قابلنا سمو الامير الشيخ جاب الله يرحمه وسمو العهد، صارت يعني مناسبه كبيره، وبالنسبه لي هي ختام لي فترة المنتخب. هذه مباراة لا يمكن انساها، ولحد الان الناس تسالني عنها تذكر كذا ونسولف فيها. هذه كان لها ذكرى طيبه. عندك بطولة الخليج اللي فزنا فيها، هاي ختام، انا لعبت 6 بطولات خليج ما شاء الله. اي والحمد لله فزنا تقريبا باغلبها كلها، خسرنا بطولة واحدة بس خطرنا الثاني في السعودية. وطبعا في مباراة مع الكويت، مع يعني دائما احنا نلتقي بالنهائيات الكويت والقادسية، صح، لان يعني فريقين يسخرون بالنجوم، وكنا نتعايب الليل طبعا انا وعلي شعيب ولا وليد الراشد ولا ربعنا، يعني كنا كانت في ألفة ومحبة، صح. يعني هذه أيضا جزء من الذاكرة حقيقة، نعم. اللي ما نقدر ننساه، يعني ما زلنا ربع عكس الآن الوضع، يعني لاعب ما يعرف يمكن ما يشوف رفيجة إلا في الملعب يمكن. عيالك ليش ما توجهوا كرة الطائرة؟ يعني ما أنت ما شجعت؟ لا لا مساعد، ولا تركت لهم الرقم؟ لا لا مساعد كان أحد أصدقائي، يعني أصدقاء العائلة، هو الأخ خالد البناي، هو يعني اللي كان رئيس اتحاد التنس، هو اللي خذ ولدي عنده طوفه بالبيت يلعب تنس، نعم، وتبنى شافه يلعب تنس زين، وما كان المضرب اطول منه زين، وهو خالد كان من الداعمين جدا الى التنس حقيقه، وساهم في رفع يعني مستوى التنس، رئيس الاتحاد السابق، السابق طبعا، نعم، وهذا من اصدقائي الاعزاء حقيقه، والى ان يعني خذاه وقال خلاص خله تودي مكان، واستمر نادي القادسيه طبعا، وقام يسافر على البحر. وانت ما اعترضت ابدا، خليت على راسك. وانا اللعبه احبها بيني وبينك، اللعبه احبها، وطلال قبله طبعا نفس المرحله. طلال ياب حقق 3 بطولات خليج او 4 بطولات ما شاء الله عليه، صحيح. ومساعد طبعا ما يحتاج، لاعب يعني على مستوى دولي وعلى وبعدين راح امريكا لانه كان يروح معسكرات وتدرب في اكبر مركز تنس في العالم اسمه سادلر بروك في تامبا. وصار هناك عنده علاقات واسعه في مجال التنس، كل لاعبين العالم اللي لعبوا بطولات دوليه يجون هني في هالمركز قبل ما يروحون بطولاتهم، نعم، كل مشاهير يعني، وكنت اشوف عندي افلام وعندي، فكانوا ياخذون يتمرن معاهم يعني، صارت علاقات، وهذه مشى الى ان كمل الثانويه هناك والجامعه. حلو. ايضا الصوره هذه بتكرم تحكي، هذه طال عمرك هذه الكاس الخليج، اي هذا طبعا الشهيد الله يرحمه يوسف المشاري كان رئيس النادي، هو هذا اي سنه؟ هذه 87 23/2/82 اللي هو صادف قبل اعتزالي. طبعا اخذت الكاس وحتى وديته على المنصه لانه يستحق هذا الرجل الله يرحمه، وهذا طبعا وشاح نادي الاهلي السعودي، يعني بعد المباراه اعطوني وشاح، وكان جمهور سعودي بالصاله لا تخيل. اي طبعا يحبون اللعب الحمد لله، نعم، وتظل لها ذكرى عزيزه عليه. انت حتى على الصوره هذا ترنت، هذه شوف سبحان الله، شوف ثلاث القادسيه، هذه مع بطوله الجزائر، البطولة اللي فزنا فيها الجزائر عفوا في بطولة اللي حكيت عنها مساء، هذه يوم بدون شعور نفس هالصورة شالوني الربع لأن يدرون هذه آخر مباراة لي، فكان التعبير يعني عفوي وشالوني في الملعب. حلو. يعني كانت هذه الصورة الأخيرة، تفضل. هذه البطولة العربية الأولى اللي فزنا فيها بالكويت الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد. هذا أي سنة كانت بطولة؟ هذه 77 وهذا الكابتن كان قاعد يسلمنا الميداليات طبعا مع مسؤولين الاتحاد العربي، وانا هاي صورتي، وهذا الاخ عطيف الشطي، وكان علي شعيب اعتقد هي نازل، نعم، ونجوم الطائره كلهم طبعا، نعم. فيصل الجزاف الان تشوف ربعك الاوليين من لاعبين كره الطائره، تلتقي معاهم؟ احنا عندنا تجمع سنوي حقيقه، احيانا مره احيانا مرتين، بالشتر نطلع البر وعند واحد من ربع الشاليه. من تشوف من الاوليين؟ كلهم اشوف، كلهم يعني شوف انا لعبت مع 3 اجيال، لعبت مع جيل عبد الرضا حسين، يوسف الصانع، وعلي شعيب ومجموعه هذه، نعم، نعم، ومساعد العميري وعثمان الحسينان، وجيل اللي انا لعبت مع الثاني مع يعقوب حسين، عبد الله حسين، مشعل سنين، اياد الصايق، ها، والجيل الثالث اللي هم ما بعد عبد الله والمجموعه من اللاعبين اللي منهم حسين القبندي، منهم جمال عامر اذكره ترك عندك، يعني ما احنا بس انا اتكلم عن نادي القادسيه. اي نعم نعم. زين. ما يحضرني الحين اسامي، بس انا يعني 3 اجيال. اي بس الجيل الثالث يمكن لعبت معاهم 2 إلى 3 سنوات. ايهم الاجمل في الاجيال هذه؟ نعم. الاجمل واللي حقق بطولات اكثر. اجمل جيل حقيقه جيل لعبنا فيه انا وعياد الصايغ ومساعد العميري وعبد الله وحسين ويعقوب حسين ومشعل سنين.
ووليد العميري، هذا التيم اللي انا بيني وبينهم فرق سنه سنتين المميز كان. هذا مميز طبعا. الجيل اللي قبل لعبنا معاهم لكن يمكن كانت أكثر البطولات اقل في فتره ما يعني نص السبعينات، ما بعد نص السبعينات ولا الثمانينات يعني شاركنا بطولات وشاركنا يعني بطولات عربيه. مشاركه البطولات فيصل جزاف اسمح لي، هل تزيد من مستوى اللاعب امكانياته طبعًا. تطوير امكانياته كانت يعني مشاركه شاركنا منتخب. انا يعني نادي القادسيه كان دائما يعني حصلنا على الدوري والكاس من 79، فكل فريق يفوز طبعا كما تعرف يمثل الخليج ومثل الانديه العربيه بطولات الانديه العربيه، ما في شك طبعا تزيدك خبرات وتزيدك، لان الدوري يظل مستواك يعني ما اقول لك ما يرتفع، لكن البطولات هي تعطيك قيمه اكثر في الخبره وفي انك تستمتع ايضا في اللعبه طبعا، وتلعب يعني مع فرق اقوى منك احيانا، وكلها تشوفها متى لما ترجع تشوف مستواك تغير في 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 اللعب داخل الملعب. نعم. احبتنا في كل مكان اتوقف في لقطات الكابتن فيصل جزاف، ثم نعود معكم من جديد في برنامجكم على البال. في مقابل فريق الجزائر يحاول حلوة بلوك ايضا المنتخب الكويتي بفضل فيصل الجزاف اللي دخل الان وبث الروح من جديد في صفوف المنتخب الكويتي. الفريق الكويتي الشوط هذا رايح ينهي المباراة لصالحه ويفوز بالكاس. اعداد من تيزيوالو وضرب يشيلها فيصل الجزاف، ضرب من فوزي وضربة ناجحة من فوزي المعتوق تصطد في البلوك. 12-12 منتخب الكويت بمجهود عالي من اللاعبين وحوائط صد ناجحه، و الكويت فايز بالشوطين الثاني والثالث 15-12 15-6، الجزائر في الشوط الاول 15-7 وفرصه من فوزي و13 13 الكويت. فوزي المعتوق يا سلام، فوزي المعتوق يستغل خطا من الدفاع الجزائري يفوز بالكاس ويصبح بطلا للدوره. ضرب الى الى داخل الملعب، الى داخل الملعب من اللاعب جاسم الطراروة. كل الصالة واقفة على اعصابها. عبد الرحمن اعداد و يشيلها دفاع قوي الفريق الجزائري. يعقوب لكن اعداد غير سليم ولعبة ناجحة وينتهي ويفوز منتخب الكويت 15-12. حلوة يا اولاد، برافو منتخب الكويت. دولة الكويت بالمركز الأول وفريق شرطة الجمهورية الجزائرية بالمركز الثاني، وجاء فريق دولة البحرين بالمركز الثالث، وفريق دولة الإمارات بالمركز الرابع. والآن أيها الحفل الكريم بدأ الذي استطاع أن ونشاهد الآن فيصل الجزاف وهو يبدأ جماهيره. فيصل الجزاف رقم 9 في وقت مستقطع، وما زال الإرسال مع الفريق الوطني الكويتي رقم 9 فيصل الجزاف 20 سنة طوله 182 سنتي يلعب الإرسال. هارد لك يا فيصل. نتيجة تعادل 6-6. مساعد لوليد، حلوة ضربة ساحق وتنصد ويعدها مرة ثانية. ناصر تنصد أجمل مرة ثانية مشتركة تنصد بداح محمد وقصيرة. سليمان خلاص انتهى الشوط الرابع الخامس ايضا لصالح فريق نادي القادسية الرياضي بنتيجة 15-9. مبروك للأصفر. النتيجة شايفينها 15 القادسية 9 نقاط فريق نادي أهلي جدة السعودي وكابتن الفريق على هناك، وإن شاء الله دائمين بهالفرحات. مبروك لفريق نادي القادسية وهارد لك لفريق نادي أهلي جدة السعودي. نعود أحبتنا من جديد في برنامجكم على البال وتكملة الحوار مع اللواء فيصل الجزاف لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق في الكرة الطائرة.
طموحاتك كل اللي تبغيه في كرة الطائرة حققته فيصل. نعم. ما عندك شيء؟ لا أبدا، بالرياضة حققتها جدا. وبعدين بعد ما اعتزلت اخترت يعني أن أكون عضو مجلس إدارة في النادي، وكنت أمين سر مساعد، وعملت أيضا إلى فترة الغزو، وأيضا هذه إضافت لي إضافة جديدة. لكن طبعا تعرف العمل الرياضي عمل شاق، إداري شاق، وعدد القاسية من الأندية تعرف أنت يعني حجم العمل اللي فيه وعدد اللاعبين والفرق، وكنا يعني استمرارية لما قبلنا طبعا. والحمد لله يعني حققنا يعني بطولات كثيرة في الموسمين اللي كنا فيه في الإدارة. نعم. وكنا متابعين، وأيضا بذلنا جهد أكثر ما يمكن كنا لاعبين. صحيح. مسؤولية تخليك أزيد. يعني كنا دش النادي بالأربع ثلاث العصر ما نطلع إلا بليل طبعا، غير المباريات نروح من ملعب لي ملعب لي. وكان حقيقة رئاسة عبد العزيز المخلد، وكان لي شرف إني أكون يعني أشتغل معه، الله يطول عمره ويشافيه. والقادسية زخر في قيادات، إني قلت عبد العزيز المخلد، خالد الحمد، العم خالد الحمد، يوسف إن شاء الله رحمه، فهد الأحمد، وما سبق بالفترة الستينات كان امتداد نادي القادسية لبطولات وقيادات ونجوميات، نجومية لاعبين وإداريين، وكان في إخلاص، كان في حب، كان في محبة، كان في ولاء. والرياضة اشتورها بالكويت قبل. صحيح. صحيح. يعني هذه الأدوات كلها اجتمعت. شوف بالسلة، بالطائرة، بالعاب القوة، باليد، بالسباحة، بالقدم، ها ترى كلها اللي طلعوا النجومية من لاعبين كان وراهم ناس يقودونهم. فيصل جزافر، أنا كنت سعيد أن تكون ضيفي في علبال، ودي أستمر معاك على وقت البرنامج، سرقنا فيك الأخيرة. شكرا جزيلا. وأنا يعني شاكر لك على هذه الاستضافة، وأنا أيضا مؤيدين أن يكون من النجوم أيضا يعني أنا وغيري أن أيضا يأخذون يعني حقهم، وحتى عش أيضا يسمعون الأجيال هذه الشباب، يشوفون الجيل السابق بالرياضة شلون كانوا. تستاهل يا أبو طلال. تسلم. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجكم على البال. كان ضيفي في حلقة اليوم اللواء فيصل الجزاف، لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية لكرة الطائرة. تحدثنا في أمور كثيرة، طبعا في أشياء كثيرة تخطر في البال، ولكن وقت البرنامج دائما يسرقنا. بإذن الله تعالى التقي معاكم في حلقة جديدة. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ودل الكويت في صلاتكم، إن الله يحفظها من كل شر. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. فالكم طيب إن شاء الله اليوم، ودوم مع السلامة.